إيتو هي من ضمن المحافظات الجديدة تقع بولاية إنادي الشرق. هذه الوحدة الإدارية تم إنشاؤها عبر الأمر رقم 038 الصادر في 10 من أغسطس لعام 2018 والمتعلق بإنشاء الوحدات الإدارية والتجمعات المستقلة وحاضرتها تسمى أيضا إيتو. فعلى المستوى الإداري هي مقسمة إلى 5 بلديات وهي إيتو، موهي، ماري، باشيكلي ومينو. يعتمد اقتصاد المحافظة بشكل أساسي على الثروة الحيوانية والتجارة، فالسكان الأصليون على حسب رئيس القنطون هم الزغاوة، كما توجد بها مجموعات عرقية أخرى كالقرعان والعرب. فيما يتعلق بالاتصالات توجد فقط شبكة تيغو، وأن حاضرة المحافظة تخطو خطوات حثيثة من أجل التنمية، كما أن كوادر هذه المنطقة يسعون إلى تطويرها عبر الإسهامات الفكرية والعلمية وكذا المالية. جهدك مكان أنت مولود فوقه، أنت سيد تبني وأنت سيد تعدله. أنا عندي وسيلة لهم ناس لسه قاعدين على البلد الكبير والكبير والصغير، حنين يقوموا نبنوا بلدنا ونجيبوا عافية ونجيبوا بلا القراية حياة ما في، بلا موية حياة ما في. تمتلك محافظة إيتو مواقع سياحية حيوية يمكن زيارتها، وهي من المواقع التي أعطت المحافظة رونقا وجمالا، جعلها ضمن المواقع الأثرية المسجلة في قائمة التراث العالمي لليونسكو. وبهذا قد أعطت محافظة إيتو شهرة لولاية إنادي الشرق بل حتى تشاد، وذلك في المحافل السياحية الدولية.